بعد قرار الجزائر، المغرب وإسبانيا يواجهان صفعة المزدوجة للرئيس الجزائري. أكد مصدر حكومي مسؤول أن ملكية أنبوب الغاز المغربي العربي أوروبا انتقلت فعليا إلى المملكة المغربية بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، الذي كان يجمع شركة سونتراك الجزائرية مع إسبانيا لتوريد الغاز عبر هذا الأنبوب الذي يمر من المغرب، وكانت تحصل بموجبه المملكة على رسوم مقابل هذا العبور على شكل نسبة من الغاز العابر من أراضيها يصل إلى 7%، وهو ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي. وحسب ما كتبته الصحيفة المغربية، فإن المغرب بدأ فعليا في مفاوضات متقدمة مع إسبانيا لاستغلال هذا الأنبوب لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب بشكل عكسي، حيث ينتظر أن تنتهي المفاوضات مع الجانب الإسباني خلال شهر على الأكثر، والتي تخص استغلال الجانب المغربي للمرافق الإسبانية لتفريغ الغاز الذي تستورده المملكة من دول بدأت معها المفاوضات فعليا مثل الولايات المتحدة والنرويج وروسيا، قبل تفريغه في المرافق الإسبانية ثم نقله بشكل عكسي إلى المغرب عبر أنبوب المغرب العربي أوروبا الذي أصبح ملكية خاصة للمغرب.